السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية لازم أشيد بموقف إبراهيم كونيتي مدافع نادي ليفربول بعد نشر صورة للهجوم الصهيوني على المسجد الأقصى دعما من إبراهيم كونيتي للشعب الفلسطيني الشقيق. فمثل هؤلاء الأشخاص ومثل هذه المواقف، أو زي ما بيقولوا يعرف الرجال من مثل هذه المواقف. فدي تحية لإبراهيم كونيتي مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، وربنا ينصر الشعب الفلسطيني إن شاء الله بحق هذه الأيام المباركة. اللهم أمين يا رب العالمين. خالد الغندور زي ما بنقول كده له عين انه يرد ويتكلم ويقول لك هشتكي كل الناس اللي بتتطاول في حقي. هو اللي اختشوا ماتوا يا جماعه ولا ايه؟ والله اللي اختشوا ماتوا. اللي اختشوا ما رضيوش يطلعوا من الخيمه وهم عريانين، فالولع مسكت فيهم ماتوا. لكن اللي خرجوا وهم عريانين ما اختشوش، ما انكسفوش فخرجوا فعاشوا. فاللي اختشوا هم اللي ماتوا. فاللي عايشين هم الناس اللي ما عندهمش خيشه ولا عندهم دم ولا احساس ولا فارق معاهم اي حاجه، بلاش الدنيا تولع من حواليهم مش مشكله بالنسبه لهم يعني. قلت لحضراتكم خالد الغندور استغل تصريح مفبرك نسبه لمهدي عبيد وطلع وقال لك ومهدي عبيد بيقول وبيعتذر وبنعتذر لنادي الرجاء. انت صفتك ايه؟ قلنا انت دخلك ايه؟ ثم انت جاي في توقيت حساس، بدل ما تقول والله النادي الاهلي ملوش علاقه مثلا، لو انت ناخدها بحسن نيه، النادي الاهلي ملوش علاقه وده خطا تحكيمي بيحصل في كل المباريات زي ما حصل قبل كده لنادي الرجاء في المباراه، ده نقول ان انت قلبك. لكن لما تيجي تقول المخرج ويا مهدي عبيد وعاوز تعمل ازمه كمان، مهدي عبيد جزائري والفريق الرجاء المغربي، واحنا عارفين الازمه ما بين المغرب والرجاء والقصه والحكايه، تشحن الاجواء ما بين الدولتين وفي نفس الوقت تشحن الاجواء وبتحرض على بعثة النادي الاهلي، بتحرض جمهور الرجاء وبنعتذر لجمهور انت صفتك ايه؟ انت دورك ايه في القصه؟ انت علاقتك ايه بالمباراه؟ انت فرقتك بتنافس؟ هنقول وجود النادي الاهلي هيدور لا انا ماليش اي مصلحه. وكاتب بوست قبلها زي ما قلت لحضراتكم ان انا ما بشجعش النادي الاهلي وعايز ان النادي الاهلي يخسر والنادي الاهلي ما بيمثلش، وضرب مثل بعلي معلول هو كده يبقى مش وطني لو جاب جول. طالما الاهلي ما بيمثلش مصر، طالما انت بتقول انت علاقتك ايه؟ لا تهدي ولا تتكلم ولا تيجي ناحيه القصه. لما كتبت البوست، لما انت صح قوي كده يا حبيبي ومغرضك سليم والبوست بتاعك ما فيش فيه اي مشكله، حذفته ليه؟ حذفته ليه؟ المهم لما لقى كل الهجوم عليه خالد الغندور عمل بث مباشر وجاي لحضراتكم الكلام اللي بيقوله خالد الغندور، قمه الكوميديا، قمه زي ما بقول لك كده. الراجل انا هقول يا عام واللي يموت في بورسعيد ما يموت يا عام، واجيب علي السيسي يا عام، ونفبرك البتاع ونبعت للترجي التونسي ونبعت للاعلام التونسي انا وماهر جنينه يا عام، والناس تتبطح وما عام، ما دام ما فيش حساب، ما حدش بيتحاسب، طالما ما فيش حساب فخلي غندور من حقه يطلع يولع في الدنيا كيفما يشاء يعني. طلع محمد الجرحي، وانا برضه محمد الجرحي ليه دور وحسام غالي ليه دور بما انهم اعضاء في البرلمان، فيبعتوا للمجلس الاعلى يعملوا استجواب للمجلس الاعلى للاعلام يقول لهم تعالى مجلس اعلى للاعلام، فين ميثاق الشرف الاعلام؟ انت سايب الناس تشتغل ازاي؟ محمد الجرحي وحسام غالي عليهم دور كبير. قال لك ايه؟ محمد الجرحي عضو مجلس تحريض جماهير الرجاء المغربي على الاهلي قبل مباراه الفريقين في المغرب جريمه ارتكبها نفس الشخص في وقت سابق قبل نهائي الاهلي والترجي في تونس، فلا هو يمثل احد طرفي المباراه. انت مش طرف المباراه يا عم، انت مالك؟ ولا هو احترم ميثاق الشرف الاعلامي ولا مدونه سلوك الاعلام الرياضي، والمساحات الاعلاميه مفتوحه امامه في التلفزيون والراديو لبث الفتنه، فهل يحاسب؟ الراجل بيقدم برنامج على قناه نادي الزمالك، بيقدم برنامج بيطلع مع سيف زاهر في اون تايم، بيقدم برنامج في الراديو لوحده، بيقدم برنامج هو ومراته في الراديو على اون برضه يعني. قال لك ستظل علاقه النادي الاهلي وجمهوره بنادي محمد الجرحي، واحنا كلنا ستظل علاقه النادي الاهلي وجمهوره بنادي الرجاء وجمهوره علاقه ود ومحبه بين ناديين كبيرين من اصحاب التاريخ والبطولات، وهذا ما لا يمكن ان تهدمه كلمات الفتنه ومحاوله الوقيعه. في نفس السياق المحامي محمد رشوان، هو معروف محامي جماهير النادي الاهلي، اقام تقدم ببلاغ ضد خالد الغندور بارتكاب جريمه نشر الاخبار الكاذبه. قال لك حيث قام المدعو خالد محمود عبد الحميد الغندور وشهرته خالد الغندور بارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة
المعاقب عليها بنص المادة 188 من قانون العقوبات، وكذلك جريمة تكدر الأمن والسلم العام، وكذلك الجرائم المنصوص عليها بنص المواد 25 و 26 و 27 من القانون 175 لسنة 2017 بأن قام بنشر أخبار مفبركة عبر الصفحة الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي تناولت تصريحات منسوبة لحكام مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي التي أقيمت على ملعب الأهلي والسلام بالقاهرة مساء 16 إبريل 2022 في خضم تصفيات دوري أبطال إفريقيا، قاصدا بذلك استثارة جمهور الرجاء المغربي وشعبه ضد بعثة النادي الأهلي التي ستخوض مباراة العودة برئاسة رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب والبعثة الرسمية واللاعبين، مما قد يتسبب في هجوم الجماهير المغربية على البعثة أو التعدي عليها قولا أو فعلا. فقد تقدمت محمد رشوان محمد، فقد تقدمت اليوم ببلاغ رسمي ضده إلى معالي دولة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال حالة المشكو في حقه للتحقيق العاجل. ده بلغ للنائب العام، وأيضا ألا يتقدم إلى المجلس الأعلى للإعلام بسبب عدم احترامه للميثاق الإعلامي. هنا خالد الغندور عايز أقول لك، عايز تاخد أخويا الدوري خد، ملعون أبو الدوري. عايز تاخد بطولة أفريقيا خد، ملعون أبو بطولة أفريقيا. هتروح من ربنا والناس اللي بتموت دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أهون على الله أن تهدم الكعبة، مش دوري أبطال أفريقيا ولا الدوري المصري، أن تهدم الكعبة حجر حجر ولا يراق دم امرئ مسلم. مفيش واحد يموت بسبب كورة، بيقول لك الكعبة تتهد ومفيش حد يموت، واحد يراق دم واحد مسلم. انت بقى عايز تاخد الدوري، عايز تموت الجمهور، عايز تموت حد من اللعيبه، عايز هتكون مبسوط؟ ها ملعون ابو الدوري، خد الدوري يا سيدي، ملعون ابو ده رياضه، ملعون ابو الرياضه كلها يا حبيبي، بما ان فيها اشخاص زيك يا خالد الغندور تغور في داهيه الكوره وتغور في داهيه الرياضه يعني. فالاخ خالد الغندور طالع بيقول لك ايه، عامل بث مباشر وايه، وكانه ضحيه بعد مولع الدنيا، وهو وكان قبل كده في صفحات على السوشيال ميديا، وقلت حضراتكم بلاغات تقدمت ضد بعض الصفحات اللي بتشجع جمهور نادي او من جماهير نادي الزمالك بتولع الدنيا. بعض الناس بلغوا من خلال مواقع الالكترونيه لوزاره الداخليه عن هؤلاء الاشخاص يعني. فخالد الغندور طالع بيرد بقى على الكلام ده على اللي قاله محمد الجرحي، على الرغم ان محمد الجرحي لم يذكر اسمه، لكن هو طالع بيتكلم على الجرح. هي خلاص بقت بجاحه عين عينك، الناس بقى وشامك، شوف جرحي بيقول لك في شخص كذا كذا، ما قالش خالد الغندور، هو طالع بيرد على، بيقول لك ايه، مسؤول الاهلي طلعوا بعد ما كسبوا الزمالك خمسه عملوا اشاره الخمسه ومتصورين بيها. ايه المشكله لما عملوا اشاره خمسه؟ في روح الروح الرياضيه، عمرو الجنايني يا رئيس الاتحاد يا خالد، انت تاخدنا لسكه وعشان تغلوش على اللي انت عملته. عمرو الجنايني وهو زملكاوي متعصب مكان حاطط الكف قبل ما يمسك رئاسة اتحاد الكرة المصري، ايه يعني غلبتك خمسة والاعضاء؟ سخنوا جمهور النادي الاهلي عليك، جمهور النادي الاهلي مسكوك في الشارع، علقوك من ودانك، جمهور النادي الاهلي لكن انت ولعت الدنيا في بورسعيد، ولعت الدنيا في السودان، ولعت الدنيا في الترجي، عايز تولع الدنيا كمان في، وترجع تقول ده كله عشان لك الاهلي مكروه في الدول العربية؟ عشان تبقى ده نصر ليك يعني؟ ولا عشان انت نادي الزمالك خسر بالتلاتة في نفس الملعب مع الوداد وعاوزين الاهلي يرجع خسران؟ يا اخي ملعون ابو الكوره، ملعون ابو الكوره اللي هتوصل الناس تتكلم. وبتبرر ايه انت؟ وطالع بيقول لك الزمالك كسب دوري ابطال اليد والطايره وفريق الكوره كسب المقصه ومسكت العصير، الدنيا قامت وما قعدتش، وقالوا عشان خسر الاهلي انت حر، حد شتمك؟ حد طول عليك؟ الناس كلها اتكلموا وقال لك بتشرب العصير بعد كده ما لما تعادلت مع فاركو راحوا مغيرين العصير بتاعك لبرتقالي، اللون الاخضر اللي انت ما ده في اطار الدعابه والتحفيل، لما انت تعمل لي خمسه وانا اعمل لك خمسه المشكله، لكن في عز ازمه والفرقه الثانيه مشحونه تطلع تتكلم، وبعدين الموضوع مش جوه مصر عشان ما نقدرش نسيطر، هنا مصر نقدر نسيطر عليه، لكن بره هنا نقول في امن، في امن هيمنع حضور جماهير، هيعمل هيأمن بعثه هيعمل، لكن انا رايح بره مش في بلدي، دي ملهاش علاقه. ثم انت ايه قصتك في القصه؟ دورك في انت فريقك في ايه علاقتك بالموضوع؟ لا انت طرف ولا فريقك في نفس ام البطوله. ولا خالد الغندور بقى بيهدد الناس، بيروع الناس، خالد الغندور هرفع قضايا على اي حد يتطاول عليا، من حقك تختلف بس مش بتطاول. واللي بيحصل دلوقتي شحن ضدي، هو انت ايه اللي شحن ضدك فين؟ انت اللي جيت ولا الناس جابوك من بيتك وقالوا خالد الغندور بيقول، ولا انت اللي طلعت كتبت ولما حسيت ان انت غلطت رحت حازف البوست ورحت قافل التعليقات عليك؟ ها؟ انت بتشحن الناس وتحرض الناس، لكن الناس طالعه لا والنبي، انت بعد ما تتجاوز وتخلي الناس تولع في الدنيا، لما الناس تيجي ترد عليك الناس بيشحنوا ضدي، يا هو احنا ايه يا جماعه؟ عشان كده خالد الغندور تاني وتالت، من امن العقاب اساء الادب، غلط مره واثنين وثلاثه وعشره وكذيب، واخرها اخر مره طالع بيتكلم على النادي الاهلي وتاجيل مباراته
في مباراة انبي واللي قبل كده قشر، كمان الاهلي طلب يوم طلب، وكمان بعد خسارته من النادي المصري يا كذاب، المباراة متأجلة يوم 8 ومباراة المصري يوم 9، تعودنا منك على الكذب. لكن الاعلام كرم جبر فين يا كرم؟ عشان زملكاوي تسيب الدنيا كده لخالد الغندور واعلام الزمالك يولع في الدنيا؟ كل مره تقولوا الاهلي بيروح البلدان العربيه وشان بسبب ايه؟ بسبب امثال خالد الغندور اللي بيحرضوا على النادي، على النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي كل البلدان العربيه بتحبه وعارفاه، والنادي الاهلي بطل شاء من شاء وابى من ابى. شويه صغار شويه صغار شويه ناس مع توافه تافهين ما لهمش اي 30 لازمه يولعوا الدنيا. يقول لك الاهلي يا عم انا مكروه، ان شاء الله انا عم دنيا بحلف. انت مال اهلك؟ انت مالك؟ واحد يطلع لي بعد قبل كده يقول لي بيخاف هو ما بتلعبوش في اسماعيليه، انت مالك مال اسماعيليه؟ ما اسماعيليه مسؤول لهم لسان، انت مالك؟ عشان النادي الاهلي يروحوا اتوبيس بتاع ده. واحد قبل كده برضه انا مش احقر حقير يطلع يقول لك الاهلي بيخاف يروحوا ناحيه اسماعيليه، يخافوا يروحوا ناحيه البورسعيد. انت عايزين ايه يا ابني؟ اشكال الضاله دي ايه يعني؟ الناس اللي بتتكلم دي والناس اللي بتقول لك بيخاف يروح بورسعيد، انتوا اشكال ضاله، انتوا اشكال ما ينفعش يكون لكم علاقه بالرياضه. انتوا كبركم بلطج. ولو واحد طلع عليك هتعمل فيها زي المره؟ ايوه زي المره، الواحد طلع عليك من تلعب زي المره بسبب التحريك، ولا حد يجي يتكلم يقول لك عيب اللي انت بتعمله، بيشحنوا ضدك فين؟ ده انت ولعت الدنيا، انت ولعت. اقسم بالله لو في مسؤولين عن الرياضه محترمين في هذا البلد امثال خالد الغندور ما يطلع، واحقر حقير ما يطلع وغيره، ها، ورئيس ام التكيه اللي هم شغالين، ما يظهر خالص، ما يظهر خالص. لكن احنا ايه يا جدعان؟ اخرج اللي بيحصل ده، اقسم بالله ما هيكون خير، اقسم بالله ما هيكون خير على الكل. اللي بيحصل ده انت بتشحن جمهور اهلي، بتشحن جمهور زمالك، بتشحن، بتضر ده. واحد يطلع بالليل يشتم، بالليل لاعب تاني يكون في كرة يخلي جمهوره يشتم النادي الاهلي، وايه السفاهة وقلة الادب اللي احنا شايفين فيها دي؟ 100 مرة نقول لا 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 لا، والناس عندها طاقة، ما ينفعش اللي بيحصل ده يا جماعة. واحد يطلع يستقوى بجمهور ناديه يقول لك انا جماهيري بالملايين، جماهيري بالملايين، اللي بيحصل واللي بيعملوه ده مش هيكون خير على البلد. جمهوره هيكون متعصب ضد الفئه الثانيه ويطلع ويقطع طريق ويبوظ. ليه ما تحاسبوا، ما تقطعوا راس الفتنه من الاول يا مسؤولين؟ النادي الاهلي ارسل خطاب للاتحاد الافريقي بعد القلق اللي حصل، وبعض الصفحات الغير مسؤوله، وبعض اشباه الاعلاميين، وبعض الرمم، وبعض الرمم اللي بيسموا نفسهم اعلاميين اللي بيطلعوا شائعات وبيفبركوا حوارات. فالنادي الاهلي بيقول للاتحاد الافريقي خد بالك، خد بالك، النادي الاهلي اولا ما كانش له علاقه ولا المفروض يكلم الا لما الاثاره دي حدثت بسبب الجمهور، خوفا على الفريق والجمهور والبعثه. غير كده احنا مالناش دعوه بالتحكيم ولا لنا علاقه بالقرارات التحكيميه. النادي الاهلي ارسلت اداره النادي الاهلي صباحا خطاب الاتحاد الافريقي لكره القدم بخصوص مباراه العوده بين الاهلي والرجاء المغربي في دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا، والمحدد لها الجمعه المقبل بمركب محمد الخامس بالدوري. واتمنى بقى ان مفيش واحد زلنطحي يطلع يستغل الازمه ويقول انا بطالب جمهور الرجاء انهم يقابلوا النادي الاهلي بطريقه، كانك بتحرضه، وانا ماليش علاقه، ما تتكلمش. اتمنى ان من اي حد ملوش علاقه بالنادي الاهلي او لا من جمهوره ولا من ادارته ولا اي حد يتكلم غير النادي الاهلي وجمهوره واعلامه، انما اي حد يخش كده يقول لك انا بهدد، لا انت بتسخن. جاء في الخطاب تأكيدا من النادي الأهلي على العلاقة، الخطاب تأكيد العلاقة المتميزة التي تربطه بنادي الرجاء المغربي وجماهيره المحبة لكرة القدم، وأن مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت بالقاهرة مساء السبت الماضي جرت في أجواء طيبة للغاية، وكان هناك ترحيب وتقدير كامل لفريق الرجاء الشقيق. وأضاف الأهلي في خطابه أنه تلاحظ خلال الساعات الماضية أن هناك أطرافا أخرى لا تعنيها النادي الأهلي، ولك لاحظنا أطراف أخرى لا تعنيها علاقة الترابط بين الأهلي والرجاء، ولا الضوابط الرياضية، ولا السلامة، ولا خروج المباراة بالشكل اللائق. وتحاول هذه الأطراف من خلال بعض وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بث الشحن الزائد حول كل العوامل المحيطة بالمباراة والتأثير على ردة فعل الجماهير والحكام وسلامة الفريقين. وأشار الأهلي إلى أنه يثق تماما في إدارة، شوف بنثق في إدارة نادي الرجاء التي يحترمها ويقدرها، وفي وعي الجماهير المغربية الشقيقة، وطالب الأهلي من كاف الاهتمام بالمباراة وبكل المعطيات حولها بما يتفق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويؤمن سلامة الفريقين ويحقق العدالة التحكيمية، وأن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالفريقين وتاريخهما في القارة الأفريقية. وأكد الأهلي في خطابه للاتحاد الأفريقي أن مثل هذه المباريات التي تقام بين الأندية الكبيرة
تكون بمثابة عنوان للكرة الإفريقية وتعبيرا عن المستوى الفني والتنظيمي والتحكيمي. وتمنى الأهلي أن تخرج المباراة في أحسن صورة وتعبر عن العلاقة الوطيدة التي تربطه بشقيقه نادي الرجاء المغربي. إن شاء الله الأمور هتعدي على خير، وإن شاء الله ربنا يرد كيد الحاقدين المغلولين الكارهين نفوسهم، وإن شاء الله ربنا يورينا فيهم يوم يشفي بصدورنا إن شاء الله بإذن الله. شكرا لحسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.